السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الفوتوشوب، وهذا الدرس يتعلق بمطابقة الألوان بين الصور أو bien correspondance des couleurs entre les images. دونك الشكل اللي غادي نحاولوا نشوفوه اللي غادي نطبقوه إن شاء الله هو هذا. تكون عندنا واحد الصورة لايق لونديالها اللي فيها هاد لاكولوغ موف، وكيفاش أن الفيزاج غادي ياخد لاكولوغ ديال هاد لو فون هادا اللي هما لي زيماج ديالي هما هادا. كاين عندي لو فون ديالي هو هادا، شكون بحال شكل هكدا، و ليماج ديالي اللي غنطبق عليها هاديك لاكولوغ هي هادي. ألوغ كيفاش تشوفو معايا لاكولوغ ديال الفيزاج كيفاش داير، إلا ياخد ليا لاكولوغ ديال هاد لو بون هدا. ألوغ دونك غندوزو شوف الله بسم الله الرحمن الرحيم. دونك بوميامون غنحاولو نحيدو هاد الفرياج لي كاين لي كالك ديالي بحال هكا فوالا. دونك غنبقاو في هاد لو دوزيام فيشي. دونك درنا لو بومي فيشي فيه لو بون، لو دوزيام فيشي فيه ليماج ديال الفيزاج ديالنا. هاكو غنمشي ندير ايماج ريغلاج كوريسبوندونس دو لا كولور، جو كليك على كوريسبوندونس دو لا كولور. دونك ليماج لا يوقع عليها لو شونجمون ولا ليماج سيبل ديالنا هي ليماج فيزاج، هو هاد الفيشي هنا. ولا سورس لي ناخدو منها لي كولور هي ليماج و شي صوري. دونك لي غنمشي ندير لو شوا ديالي ديال لا سورس ديالي هنايا، هي كوشي صغي تيعطيني لو شونجمون ديال الفيزاج ديالي بحال شكل هكا. وهنايا تيعطيني باش ندير لو ريغلاج، اذا كانو باغ اكزومبل لي كولور شوية انتونسيفي، دونك نمشي نقسم لانتونسيتي ديال لي كولور لاحظتي معايا، ويمكن ليا نقسم لا لوميوزيتي ولا نزيد فيها سيلون لو بيزوان ديالي لي جو فاليد. دونك غادي نجي لهنايا ناخد لوتي دو ديبلاسمون ونديبلاسي ليماج ديالي لو موديل ديالي بحال شكل هكدا. دونك نحاول ندير كونترول تي ونصغر ليماج ديالي كتنظم هدا ومن بعد باش يمكن ليا نمسحها. دونك هنايا باش منديرش ان افي ديستركتيف بور نو با ديتروير ليماج، غنستعمل لو ماسك دو فيزيون افيك لو بانسو ديالي. نجي هنايا بحال شكل هكا، هادي الطريقة الأولى أنني خدمت بلو فيشي ديالي افيك دو بلو موديل ديالي افيك دو زيماج سيبار. هنايا غادي هاد المرة غنجيب يبقى عندي لو ميم فيشي، جو في سوبريمي هاد لو كالك هنا لو ميم فيشي، مي غادي نمشي نامبورتي فوق منو ليماج ديالي هادي، نجيبها فوق لو فيشي ديالي. يعني لو ميم فيشي غنخدم فيه نفس لوبيراسيون مي ديال نوت مانيير. نجي هنايا ليماج ديالي فاليديها. دونك هنايا غنخلي ليماج ديالي اون فورم اوبجي ديناميك باش تعرفو بان اوبجي ديناميك ما تخدمش عليها كوريسبوندونس دي كولور. لاحظو معايا غنمشي ندير ايماج انجلاس فوالا كوريسبوندونس دو لا كولور ديزاكتيفي. دونك هنا في هاد الحالة جو سوي اوبليجي دو ترانسفورمي ليماج ديالي اون كارت بيكسيليزي. دونك حيدنا ليها اوبجي ديناميك، دابا غنمشيو نلقاو فوالا هاهي ليماج ديالي هنايا فوالا هادي. غنمشي ندير ايماج انجلاج كوريسبوندونس دو لا كولور، تتعطيني هنايا ليماج لي وقع عليها لي شونجمون. وهنايا غنعزل لا سورس ديالي، توجور لا سورس ديالي هي كوشي صولي. وهنايا لو كالك لي فيه هاديك الكوشي صولي فين كاين، سي لو كالك زيرو، غادي نمشي نعزل لو كالك زيرو فوالا. تعطيني لي شونجمون على ليماج ديالي بحال لي قلنا. تيمكن ليا هنايا نمسح هادو افيك لو ماسك ديفيزيون ديالي بحال شكل هكا، ناخد لو بانسو ديالي افيك لو نوار ونمسح رابيدمون تجي لي ماسك كوم سي ديفيزيوني افيك لو فون ديالي بحال شكل هكا. عندي واحد المسألة واحدة أخرى، هو أنني تيمكن ليا طريقة أخرى، دونك بغينا نقولو الطريقة الثالثة ايماج كوريسبوندونس دو لا كولور. دونك حنا اون ديجا ابليكي، جو في سوبريمي هاد لو كالك ديالي ونمشي نعاود امبورتي ليماج ديالي فوالا بحال شكل هكدا. وهنايا هداك لي في غادي نحاول نسجلو عندي
هادو معايا انا نصور لي موجي فرنسا فوالا بيكسليزي لو كالك عندنا قبيله غنمشي ندير هاد المره ايماج ايماج كوريسبوندونس دو لا كولور دونك غادي نهزلو كوشي سولي وهنايا لو كالك زيرو اللي هو هذا غيعطيني لو شونجمون ديال لو فيزاج فوالا كالك زيرو فوالا مي هنايا سيت فوسي هاد لي في لي عطاني لو موف على لو فيزاج اون فوا لونجيستري كومون فيغ غادي اونجيستري لي ستاتيستيك جو كليك سيغ اونجيستري وهنايا اون فوا لونجيستري في لو ميم دوسيي فين كاين لي زيماج ديالي ها هو دونك ستاتيستيك دو زيماج ليكستونسيون ديالها اي 3.str اونجيستري فوالا اي جو فاليد دونك ملي نمشي لو دوسي ديالي هنايا غنلقاها مسجله على هاد ليكون هاد على هاد الشكل هاد داكور دونك شنو غادي ندير هنايا غندير مارش اغيير دونك هنايا وغنمشي نعاود رد ليماج ديالي نجيبها بحال الشكل هاكا ونحطها عندي هنايا هنايا باغ اكزومبل انا لفي ديالي بغيت نديرو اترافيغ هاديك لونجيسترومون ديال لي ستاتيستيك لي سجلت دونك هنايا بيكسليز لو كالك غنمشي ندير هنايا ايماج ريغلاج كوريسبوندونس دو لا كولور فوالا غنمشي ندير شارجي لي ستاتيستيك شارجي لي ستاتيستيك اون فيغ غندير كوم سا غنمشي يديني هذاك لونجيسترومون ديال لي ستاتيستيك لي سجلت قبيله هو خليتو سونديو يمكن لي نغنومي كوم كولور دو موف et on sélectionne on dit charger voilà on va faire les changements du visage la couleur de l'éclair du visage donc on va toujours dire le masque de fusion avec le pinceau de gélie on va fusionner les masques de gélie comme ça je pense que c'est proche je vais tout de même concilier fusionner les masques de gélie on va faire l'outil texte par exemple on va faire le texte par exemple ندير هنايا كوريسبوندونس فوالا دونك كوريسبوندونس دو لا كولور كوريسبوندونس دو لا كولور فوالا نجيب ليماج ديالي نتهز ديالي بحال هكذا انا فيه وكدا شوية ديال لا لاهوتور جو بغيت هادي كونتخي الوغ هنايا لا كولور ديالي الا بغيت تاخد لو فون ديال ليماج ديالي شتا ندير ليها تنمشي ندير لو فون تنهبطو زيرو فوالا ليماج ديالي مبقاتش هنايا لو تكست ديالي لا نهبطلو لو تكست ديالي هبطلو لو فون ديالو زيرو ندير دوبل كليك عليه هنايا entre les sites de coque, on a fait le bisouton. Voilà. On a fait le bisouton, j'ai les comme 3. On a fait le contour du blanc. Voilà, à l'escalada. On a fait le contour du jelly comme 3. À l'escalada. Et je valide. C'est là que je vais le texte du jelly. C'est le fond du jelly d'image. Maintenant, le fond du jelly, là, transparent. دونك يعني ما فيش واخد لا كولور ديال لاغيير بلون ديالي بحال شكل هكا دونك كنتمنى هاد الدرس يكون مفهوم وواضح ولا كان شي تساؤل صيفطوه ليا في صندوق الوصف وان شاء الله نحاول نجاوب عليه في الدروس القادمه ان شاء الله وتبارك الله لكم الى الدرس القادم ان شاء الله.